الحمد لله، الحمد لله الرب العظيم الكريم الرحيم، له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، لا إله إلا هو الحق المبين. الحمد لله الذي فرض الصيام وجعله من شرائع هذا الدين، ورتب الله جل وعلا على ذلك الأجر والثواب العظيم. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته وشربه من أجلي. الحمد لله الخلاق العليم، الحمد لله الذي خلق الخلق، كتب آجالهم وقدر أرزاقهم، فليس للعباد إلا ما قدر. يقول ربنا سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نحمده سبحانه جل وعلا ونشكره كثيرا. سبحانه جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما قدر، لا يقع في ملكه إلا بإرادته سبحانه جل وعلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. نعم أيها الأحباب الكرام، الجن يموت والإنسان يموت، وهو سبحانه حي لا يموت، وغير ذلك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان كثير القيام حتى ترم وتفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، كان كثير الرجاء بالله جل وعلا. المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واشكروه على نعمة إتمام الصيام والصلاة والقيام، حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتباع رمضان بستة أيام من شوال، كما ورد ذلك في حديث رسول الله. ويقول ربنا سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أن جعل الصيام موسماً للخيرات، موسماً للبركات، موسماً لمغفرة الذنوب، موسماً أيها الأحباب للرحمات. يا هنيئاً لمن نصب فيه الأركان وتلا فيه القرآن وتضرع إلى رب العزة والجلال طيلة شهر الغفران. سأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اليوم تسلم لهم الجوائز من قبل الله جل وعلا بواسطة الملائكة، ذلك لا يعلمه إلا الله. اليوم تغفر ذنوبهم ويتجاوز الله عن سيئاتهم وزلاتهم وأفعالهم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يمهل العاصين المذنبين المجرمين الذين ارتكبوا المعاصي وربما لا علاقة لهم بالدين، الله عز وجل يمهله سبحانه هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقبل توبة التائبين، بل الله جل وعلا يفرح إفرح ونغاس عقبه، يفرح أشد أجفار وني أكثر من ذاك الإنسان اللي انفتلت منه الدابة، مشت منه الدابة، يعني تاهت في الصحراء وأيسة، ولكن بعد ذلك وجدها بعد اليأس.
فتصوروا كيفاش يفرح ذاك الانسان. فالله ولله المثل الاعلى، فالله اشد بذلك، فالله اشد فرحا من ذلك، فالله يفرح بتوبه العبد. فاللهم اجعلنا من التائبين. ايها الاحباب الكرام، ان الايمان ضروره للعبد، ان الايمان ضروره، لان بالايمان يسعد الانسان في الدنيا يسعد في الاخره. بالايمان تتلاشى الاحزان والنكبات. سل ايمان غير احلم، بدون ايمان صدقوني لن يسعد الانسان لا في دنياه ولا في اخرى. لماذا؟ لان القائل من فوق السبع سماوات يقول: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بالايمان ايها الاحباب يعرف الانسان بدايته ونهايته. ان الى ربك الرجعى في سوره العلق، في سوره